ผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงพูดได้ไหมอัสสลามุอะลัยกุมอ๋อมาจากช่องนี้เหรอAssalamu alaikum. The girl can go down here. Huh? The girl can come. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. كيف حالكم؟ اللهم ارفع بأسك عنا. اللهم نفس كربتنا. اللهم ردنا إلى أهلنا.وردنا إلى بلادنا سالمين غانمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحان الله أسمع أصوات دعائهم وبكائهم ونشيجهم هؤلاء سبحان الله أخواننا من بورما ليسوا جالسين هكذا هم في رمضان نهر رمضان.كل الوقت ما شاء الله دعاء والبقية يؤمن وأسمع أصوات بكائهم سبحان الله الموضوع كبير أيها الأحبة نحتاج إلى تكاتف نحتاج إلى اهتمام أفراد إلى تحرك مؤسسات إلى دعم تجار إلى تدخل دول وأنت أيها المشاهد المفترض ما تبقى جالس وساكتافعل شيئا ادعو الله تعالى ادعم اي مؤسسة تبنت القضية البرمية واذا انت عاجز عن الدعم اقلها انشر هذا المقطع لا ترتاح حتى توصل لكل شخص تعرفه تواصل معي باي طريقة اذا عندك افكار او مقترحات وهذه حساباتي والله ما فينا خير اذا جلسنا نتفرج واخواننا هناك يتم سجنهم وبيعهم وقتلهم في مقابر جماعية يقول النبي عليه الصلاة والسلام فكوا العانييعني الأسير ما فينا خير لو بقي سجين واحد مسلم في سجن البوذيين أولئك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكاك الأسرى من أعظم الواجبات